ليه لازم نوفر في الكهرباء؟ دايماً بتسمع في كل مكان إنك لازم توفر في الكهرباء. هتقولي أيوة طبعاً علشان نوفر في الفاتورة. أقولك أيوة، ومش كده بس، أولاً توفير الكهرباء بيقلل الانبعاثات المؤثرة على البيئة. طبعاً أنت دلوقتي هتقولي الكهرباء ملهاش انبعاثات، هقولك آه، بس محطات الكهرباء معظمها بيشتغل بالوقود، فلما تقلل الاستهلاك هتقلل الانبعاثات، وبالتالي الاحتباس الحراري هيقل والجو مش هيبقى حر قوي كده. ثانياً، لما الشركات والمصانع هتلاقي إن الاتجاه السائد هو توفير الكهرباء، هيبدأوا يركزوا أكتر في الصناعات اللي من النوع ده، وبالتالي هتكمل الدايرة وهنقدر نصدر المنتجات دي كمان، وده هينعش الاقتصاد. على ذكر الاقتصاد، فأنت كمان هتساعد على الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، والخطوة اللي بعدها هتبقى تصدير الكهرباء. كمان هتقلل تكلفة المشروعات الجديدة للكهرباء، فنقدر نستفيد منها في صناعات تانية كتير محتاجينها. وغير ده كله هتوفر يا سيدي في الفاتورة، وتقدر تقسم مصاريف الكهرباء دي في حاجات تانية. شفت بقى الموضوع كبير ازاي؟